عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وعافية. اليوم ان شاء الله حبيت نعمل معاكم نوع من الفطائر. مكونات عندي 300 غرام دقيق او فرينة، 300 مليلتر من الحليب الدافي، العنب المجفف او الزبيب، تفاح اللي قصيته مكعبات صغيرة، اناناس، بيضة واحدة، 3 ملاعق هونية سكر، عندي خميرة باش نعمل الشطر، عندي شوية ملح. باش نبدأ على بركة الله، باش ناخذ السكر نصب فيه شويه من الحليب، نحط فيه شطر الباكو يعني حوالي 3 غرام ونصف من الخميره، نحرك شويه ونخليهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق. انتو باش نحط شويه الملح البيضه، الخليط نتاع الخميره بتاعي والباقي الحليب، نخلط توا كل مع بعضه. كملت الخليط نتاعي، خلطته بالشكل هذايا، لازم تكون هكا. ناخذ الزبيب معاه التفاح، ناخذ حوالي ملعقة أكل من الفرينة أو الدقيق ونخلطه مع بعضه. باش ناخذ نصف الكمية، خلطت معاها الأناناس اللي عملته بشوية فرينة كذلك، الخليط الثاني باش نعمل له الزبيب والتفاح، خليه يرتاح مدة ساعة من زمان وبعدين باش نستعمله. الخليط نتاعي هوني خمر بعد حوالي ساعة من زمان، وتوا باش نقليه في الزيت. هوني شوية زيت يسخن، تو باش ناخذ الغرفة نتاعي نتاع الايس ونحطها في الزيت السخون، نهز بها الخليط نتاعي، الناس نحطو توا في القلاية في الزيت السخون. كي حمار اللوطة شوية نقلبها، لازم الزيت يكون حامي برشا، معناها حوالي 180 درجة 170 درجة مكثرش. حضرت باش نعملها شوية من السكر البودرة، سكر ناعم. كانت هذه فكرتي اليوم، عملت فطاير بالزبيب والتفاح والاناناس، نتمنى نالت اعجابكم. بقيكم بألف خير، في امان الله.